بسم الله الرحمن الرحيم، مع حضراتكم هيثم شرف. في الحلقة دي بإذن الله هنتكلم على الـ Exchange 2010 Installation. محتاج أعرف أنا عشان ينزل Exchange محتاج إيه يكون عندي في الـ Environment بتاعتي، يبقى فيها إيه موجود. نمرة واحد، لازم و must be يبقى عندك Active Directory Environment او اكتف دايركتري دومين في النتورك انفايرمنت بتاعتك، ويكون موجود دي ان اس انفراستراكشر. ليه؟ ان الاكتشينج بيعتمد اعتماد كلي على الاكتف دايركتري، معناها ان في انتجريشن ما بين الاكتشينج بيحصل وما بين الاكتف دايركتري بارتيشنز. طيب وليه دي ان اس؟ عشان يقدر يوصل للاكتف دايركتري وللجلوبال كاتالوج محتاج يكون في دي ان اس يساله. اوكي، سؤال مهم. واحد يجي يقول لك ايه، لو انا في سمول انفايرمنت وكل اللي انا عندي سيرفر واحد وهو الاكتف دايركتري وهو نفسه الدي ان اس، ينفع انزل عليه اكتشينج؟ ينفع، وده هيبقى تيبيكال انستليشن. يعني ممكن انزل عليه الهب والكاس والميل بوكس، ممكن كمان ايه انزل اليونيفايد كوميونيكيشن. طيب في الحالة دي الميزة وإيه العيب؟ الميزة إن أنا على قد إمكانياتي، أوكي، بقى عندي سنجل سيرفر بيقوم بكذا دور، هو الأكتف دايركتري، هو الدي إن إس ولو عليه دي إتش سي بي يبقى شيء عظيم، وهو الإكتشينج سيرفر. العيوب إن في فيتشرز زي الهاي أفيلابيلتي سولوشنز مش هتشتغل، عشان دي مينيمم تو سيرفرز، فانا كده هفقد ميزه مهمه جدا، ودي من اهم مزايا الاكتشينج سيرفر 2010. لكن الاجابه ينفع ما دام في سمول بزنس. طيب تعالوا معانا نتعرف على حاجه مهمه جدا، انا محتاج في الاخر اعرف ايه الانتجريشن ما بين الاكتشينج سيرفر والاكتف دايركتري انفايرمنت. الاول واحد يسالك سؤال يقول لك، هل ينفع انزل اكتشينج سيرفر في ورك جروب انفايرمنت؟ طبعا ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ وده سؤال انترفيوز. ان الاكتشينج ليه دايركت امباكت في الاكتف دايركتري داتابيز نفسها. طيب عشان نفهم الكلام ده هنفهمه في السلايد الجايه، لكن محتاج دلوقتي ايه اعرف حاجه مهمه، ايه هي الاكتف دايركتري بارتيشنز. اول بارتيشن في الاكتف دايركتري داتابيز هي الدومين بارتيشن، وده ايه؟ وده البارتيشن اللي انا بخزن فيه اي دومين اوبجكت. يعني لو انا عملت كريشن ليوزر بيتخزن هنا، لجروب بيتخزن هنا، لكمبيوتر بيتخزن هنا، لبرينتر. يعني باختصار اي دومين اوبجكت بيحصل له كرييشن بيتخزن فين؟ في الدومين بارتيشن. طب تسالني ايه علاقه الاكتشينج بالدومين بارتيشن؟ اقول لك استنى كمان شويه. طيب عندي تاني بارتيشن في الاكتف دايركتري اسمه الكونفيجريشن بارتيشن، وده ايه لازمته؟ كل معلومات الفورست كلها، الفورست توبولوجي، بتخزن فين؟ في البارتيشن ده. وباي ديفولت كل الدومينز بتبقى عارفة نفس المعلومة، ان انا عندي فورست مكونة من كذا سايت، مكونة من كذا دي سي، فيها كذا وكذا وكذا وكذا. ليه؟ ان البارتيشن ده بتخزن فيه جميع معلومات الفورست كلها، وبيحصل الاوتوماتيك ريبليكيشن لكل دي سيز اللي في الانتاير فورست. طيب عندي تالت بارتيشن اسمه السكيما بارتيشن. طيب ايه هو السكيما ده؟ فيه كل التمبلتس اللي انا اللي هي اوريدي اكزيست. بمعنى انت لما تيجي مثلا تعمل ايه، تخش على الاكتف دايركتري يوزر اند كمبيوتر وتعمل رايت كليك تعمل نيو يوزر، او ايه اللي بيحصل اكشولي؟ هو في تمبلت معموله اسمها يوزر تمبلت، انا لما باجي اعمل بس عليها دبل كليك
انا بفتح تمبلت بتاعت اليوزر، جواها ايه؟ جواها اتريبيوتس كتيره زي الايه؟ الفيرست نيم واللاست نيم والميل والموبايل والديستريكت والسيتي اند سو اون. انا مجرد بس ان انا بملى الفاليوز دي في الاخر بكلمه مين؟ هيثم، بكلمه احمد، بكلمه فلان الفلاني، او بعمل جهاز او بعمل جروب او 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 او. طيب هي السكيما عباره عن ايه؟ السكيما عباره عن اوبجكت كلاسز، يعني عندي تمبلت لليوزر، عندي تمبلت للكمبيوتر، عندي تمبلت للجروب، عندي كذا اكتر من تمبلت. يقابلها ايه؟ يقابلها اتريبيوتس زي الفيرست نيم، الديسكريبشن، اللوكيشن، السيتي، الموبايل، الايميل اند سو اون. اوكي، دي ازي هول اسمها ايه؟ السكيما بارتيشن. يبقى الاوبجكت كلاسز والاتريبيوتس بتاعتها دي كلها بتكون لي حاجه اسمها السكيما. طيب هيسالك سؤال، ايه علاقه الاكشينج بالسكيما؟ هقول لك استنيني كمان شويه. طيب عندي اخر بارتيشن وده اوبشنال اسمه الابلكيشن بارتيشن. ده انا ممكن اخزن جوه الاكتف دايركتوري اي ابلكيشن، زي مثلا حي الدي ان اس ممكن اخزنه جوه الابلكيشن بارتيشن عشان يحصل له ريبليكيشن جوه الانتاير فورست اند سو اون. طيب محتاج اعرف حاجه مهمه جدا، انت عمال تتكلم معانا وعمال تشرح اكتف دايركتوري واحنا في كورس اكشينج، طب ايه علاقه الاكشينج سيرفر بالاكتف دايركتوري داتابيز؟ تعالى معايا للسلايد اللي بعديها اقول لك. انا الاكشينج هو نازل بيبقى محتاج يعمل موديفيكيشن للسكيما، او بمعنى صح يعمل لها اكستند، يوسعها شويه. يعني هو بيبدا ينزل اتريبيوتس جديده ما كانتش اوريدي موجوده في السكيما الكرنت اللي انا شغال بيها. طيب ايه تاني؟ قال لك يبقى كده معناها ان هو هيبدا يوسع السكيما، يبقى هو محتاج يعمل اديت في السكيما، يبقى لازم يكون عندي سكيما عشان الاكشينج عشان ينزل يعمل فيه اديت. ادي نمره واحد. طيب الاكشينج قال لك انا ايه؟ انا ك فيمس ابلكيشن محتاج لما اجي انزل في اي شبكه الناس كلها يعرفوني. يعني لو انا عندي جيوغرافيكال سايتس محتاج ان كل الفورست وكل الناس يعرفوا ان في اكشينج. طيب دي معناها ان انا ممكن اعمل ايه؟ انا عايز اخزن الاكشينج كونفيجريشن نفسها في حته ما بحيث كل الناس يعرفوني. قال لك خلاص، طب ايه انسب بارتيشن انا ممكن اخزن فيه، او انسب ستورج لوكيشن انا ممكن اخزن فيها الاكشينج انفورميشن؟ قال لك ان في اوريدي بارتيشن اسمه كونفيجريشن بارتيشن في الاكتف دايركتوري، وده باي ديفولت بيحصل له ريبليكيشن ثرو اوت ذا فورست، يعني على مستوى كل فورست. طب ما انا كناصح او كاكشينج ذكي شويه، طب ما انا اخزن حاجتي واخزن كل معلوماتي جوه الكونفيجريشن بارتيشن ده بحيث تروح لكل الناس. دي فكره. يبقى عشان ينزل اكشينج محتاج ان هو يعمل ايه؟ يسيف الكونفيجريشن بتاعته فين؟ في كونفيجريشن بارتيشن بتاع الاكتف دايركتوري، عشان يحصل له ايه؟ سبريد اوت لكل الايه؟ كل ال انفايرمنت بتاعتي، بحيث كله يعرف ان في اكشينج اوريدي موجود. طيب انا اصلا بعمل ليه اكشينج سيرفيس؟ بعمل اكشينج عشان انا في الاخر عندي يوزرز جوه، اوكي، محتاج اعمل لهم ايه؟ ميل بوكسز عندي. طب هو سؤال يعني الاكشينج نفسه هيجيب منين اليوزرز دول؟ قال لك هو هيروح يبص عليهم فين؟ في الدومين بارتيشن بتاع الاكتف دايركتوري. يبقى باختصار بمعلومه سهله جدا، ما ينفعش يكون عندي اكشينج من غير لما يكون في اكتف دايركتوري انفايرمنت. ليه؟ ان هو بيعمل اديت في السكيما، هو بيعمل سيف للانفو بتاعته لكل الاكشينج كونفيجريشن بتاعته كلها في الايه؟ في الاكتف دايركتوري كونفيجريشن ايه؟ بارتيشن. وهو بيجيب الريسيبيان بتوعه اللي هو هيعمل لهم البوكسز منين؟ من الدومين بارتيشن.
يبقى دي علاقه محترمه وعلاقه باينه وعلاقه انتجريتي ما فيش فيها كلام ولازم يكون في اكتف دايركتري انفايرمنت. طيب تعال بص معايا على اول جزئيه دي، بيقول لك ايه ان الاكشينج اورجانيزيشن والاكتف دايركتري فورست في بينهم علاقه اسمها 1 تو 1 ريليشن شيب. يعني ما ينفعش اعمل اكشينج اورجانيزيشن يخدم على اكتر من فورست. العكس صحيح، ما ينفعش يبقى عندي فورست ليها اكتر من اكشينج اورجانيزيشن. عشان كده لكل فورست ليها اكشينج اورجانيزيشن واحد فقط لا غير. طيب تعالى معايا على اخر جزئيه دي، بيقول لك الاكشينج لازم وحتما ولا بد ان هو يكون شايف الجلوبال كاتالوج. طب ايه هو الجلوبال كاتالوج؟ طبعا احنا خدنا فكره عنه في كورس الاكتف دايركتري باستفاضه وعرفنا عنه حبه معلومات مهمه جدا. هو باختصار مكتب استعلامات الفورست، كل فورست فيها مكتب استعلامات. يعني وانت داخل اي شركه بتلاقي فيه كاونتر ده مسؤول عن اي معلومات عن كل الشركه. يعني لما تيجي تساله سؤال هو هيجاوبك فين فلان الفلاني، حل لك ده هو في حته فلانيه في مكتب الفلاني. نفس القصه الجي سي او الجلوبال كاتالوج، الراجل ده عنده جميع او 3/4 او 90% من معلومات كل الفورست اللي عندي. يعني يعرف ان في واحد اسمه هيثم في الدومين الفلاني اللي هو عندي في السايت الفلاني and so on. فقال لك الاكشينج لازم بيبقى شايف الايه جلوبال كاتالوج ثرو مين؟ الدي ان اس. بيروح يسال الدي ان اس لو سمحت فين بعد اذنك الايه جلوبال كاتالوج عشان اتكلم معاه، عشان لما احب واحد مثلا في سايت يبعت ميل لزميله في سايت تاني، يبقى انا كده محتاج اروح لمين؟ لمكتب الاستعلامات. يعمل ايه بقى الاكشينج؟ يروح يكلم مين؟ الايه جلوبال كاتالوج عن طريق مين؟ الدي ان اس. يسال عليه، يعرف عنوانه، يروح يساله، يبدا يعمل ايه؟ راوتنج للميل بعد ما يسال مين؟ الجلوبال كاتالوج. اوكي؟ يبقى معلش نرجع للسلايد دي مهمه جدا. قال لك لازم يكون في عندك في الانفايرمنت اكتف دايركتري دومين ويكون عندك دي ان اس انفراستراكشر اكزيست حتما ولا بد. طيب عندي نوعين من الانستليشن، تيبيكال انستليشن والكاستم انستليشن. التيبيكال وانت جاي، يعني وانت جاي في الويزرد، اوريها لك حالا، معلش انا هسبق شويه كده اهو. بص معايا، عندك نوعين من الايه انستليشن، يا اما تيبيكال انستليشن يا اما كاستم انستليشن. تيبيكال انستليشن هو هينزل لك البيزك رولز اللي هو الهب والكاس والميل بوكس ومعاهم المانجمنت كونسول بتاعتك عشان تعرف تمانج منها الثري رولز دول. الكاستم لا براحتي بقى، ده حاجه تيدرد، حاجه تأييف. انا ممكن انزل على سيرفر واحد الهب بس او الكاس بس او الميل بوكس او اليو ام بس او الايج، او اعمل كومباينيشن انزل هب مع ميل بوكس وكاس مع يو ام، انزل الايدج لوحده، انزل الميل بوكس مع الهب، الكاس مع الهب، زي ما انا عايز. اوكي، هو ده معنى التيبيكال والكاستم. قال لك اهو في التيبيكال انستليشن يو ويل انستول ذا هب ترانسبورت الكلاينت اكسس سيرفر والميل بوكس سيرفر رولز، الثري بيزك رولز. طيب في الكاستم بقى زي ما انت عايز. الكاستم انت ممكن تنزل رول واحده على سيرفر او تعمل كومباينيشن لاكثر من رول على سيرفر واحد، طبعا في ما عدا الايج ترانسبورت. ليه؟ احنا شرحنا قبل كده الايج بيبقى فورك جروب انفايرمنت، ما بيبقاش جوين دومين زي بقى الفور رولز، مختلف اختلاف كلي. في مثل مصري يقول لك كل برغوت على قد دمه. فعلا في الـ في الـ الـ يعني في الحياه العمليه، اوكي، يعني ده مثل بيطبق فعلا لايف.
بمعنى انا لو في سمول انفايرمنت، في سمول انفايرمنت زي المنظر ده، معلش ثواني، زي الشكل ده، ده انا كل اللي عندي سنجل سيرفر، وهو طبعا بطبيعه الحال هو الاكتف دايركتري، هو الدي ان اس، هو كل حاجه، الدي اتش تي بي، كل حاجه. ينفع انزل عليه اكستشينج؟ ينفع، زي ما قلت من شويه ينفع ويجوز، لكن طبعا هفقد حاجات زي الايه، الهاي افابيلتي سولوشن، اوكي، لكن هي دي امكانياتي وهي دي ميزانيتي، وهو ده اخر طموحاته. انا في الاخر سمول انفايرمنت او سمول اورجانيزيشن، يبقى انا هعمل ايه؟ يبقى انا هنزل عليه هاب وكاس وميل بوكس ويو ام، وشكرا وكان الله بالسر عليه، ويوصل. والهاب ده ساعتها هو اللي هيبقى مسؤول ان هو يعمل ايميل راوتنج انترنال واكسترنال. طيب الدنيا عندي بقت احسن شويه، جالنا فلوس وجالنا فند، او يعني ايه، او احنا عملنا يعني توسع، اوكي، فبقت شركتنا ميديوم سايز اورجانيزيشن. الدنيا بقى تختلف. انا بدل ما كان عندي اكتف دايركتري واحد، لا بقى عندي تو سيرفرز قايمين بالاكتف دايركتري. بدل ما بقى عندي سيرفر واحد عليه الكاس والهاب والميل بوكس، لا بقى عندي تو سيرفرز بيقوموا ايه بالثري رولز. طب هل يمنع ان انا احط كمان رول اللي هو اللي هو الايدج ترانسبورت؟ لا ما يمنعش. يبقى دي ميديوم سايز اورجانيزيشن، انا عندي كاس وهاب وميل بوكس واي يو ام وعندي ايج. طيب ربنا فتح علينا وبقينا شركه كبيره وليها فروع، طيب اعمل ايه؟ كالتالي، يبقى عندي سايتين، عندي تو سايتس، كل سايت طبعا بطبيعه الحال في اكتف دايركتري، ادي واحد وهنا في اثنين. طبعا في كل سايت لازم احط ايه؟ البيزك رولز اللي هي ايه؟ الميل بوكس، ادي عندي اثنين هنا، وهنا عندي اثنين، وهنا عندي كاس، وهنا عندي اثنين كاس، هنا عندي هاب، وهنا عندي اثنين هاب، والناس دي في الاخر كلها بيطلعوا ثرو ايه؟ ايج واحد على الانترنت. اوكي؟ طيب سريعا كده انا عايز اقول لك السيناريو ماشي ازاي. طبعا السيرفر ده قايم بكل حاجه، السيرفر ده قايم بكل حاجه في الدنيا، هو الكاس والهاب والميل بوكس واليو ام، هو كل حاجه، بيعمل انترنال واكسترنال ايميل راوتنج، يعني الميل هيطلع من هنا على الانترنت وهو برضو ايه هيرسيف. الوضع هنا مختلف شويه، هنا الميل بوكس هيبعت للهاب، الهاب يبعت للايج، الايج يبعت انترنت، في الرجعه من الانترنت للايج، الايج للهب، الهب للميل بوكس. طيب لو هنا بقى في اللارج انفايرمنت الدنيا عامله ازاي؟ نفترض ان انا هبعت لواحد زميلي، هو في سايت وانا في سايت، من الميل بوكس للهب، الهب للهب، الهب للميل بوكس. طب لو انا هبعت بره اوت سايد، يبقى بص الوضع عامل ازاي، من الميل بوكس للهب، الهب للهب، الهب للايج، من الايج للانترنت، والرجعه انترنت للايج، ايج للهب، الهب للهب، الهب للميل بوكس. اوكي، فزي ما قلت في الاول ده مثل شعبي وفعلا بيطبق على مجال الاي بي سيرفيسز، كل واحد حسب امكانياته بيقدر يتعامل. طيب لينا بروسيس معينه في الانستليشن، ان انا اول حاجه بعمل انستول للبري ريكوزيت سوفت وير، اوكي، ببدا ارن من السيت اب دوت اكس اي، بشوز انا عايز اني انستليشن اوبشن، يعني ايه، بختار تيبيكال ولا كاستم، لا اسف معلش اسف، في اكتر من يعني اكتر من اوبشن، وانا ماشي اوكي بعمل تشيك بوكس عليها، هتشوفها طبعا ايه
في الصور وفي العملي. بختار اللانجوج باك اللي انا لو انجلش او عربي او وات ايفر. بختار اني تايب اوف انستليشن، تيبيكال ولا كاستم. بحط له الاورجانيزيشن نيم. خد بالك انا كنت قلت من شويه او في حلقه سابقه انا بتعامل بحاجه اسمها اكستشينج اورجانيزيشن. انسى خالص فكره زمان الاكستشينج سيرفر، لا كلمه اكستشينج اورجانيزيشن يبقى انا عندي اكتر من سيرفر، ممكن يبقى عندي 100 سيرفر منهم 20 من بوكس، 50 هب، 10 كاس مع كذا يو ام اند سو اون. في الاخر دول كلهم بيبقوا ايه تحت امبريلا اسمها الاكستشينج اورجانيزيشن، فدي انا بديها نيك نيم جاست عشان يبقى ايه كلهم نازلين تحت اسم معين. عندي برضو حاجه اللي اوبشن الايه، لو انا عندي ناس كلاينت او اوتلوك 2003 او قبل كده، الناس دي عندهم مشاكل في حاجه معينه، الناس دي عشان يعملوا كونكت على ال يعني على سواء اكستشينج 2007 او 2010 محتاجين يبقى في حاجه اسمها بابليك فولدر، لازم اعمل له ايه كرييشن. نمره 8 اوكي، بعمل حاجه اسمها ايه كونفيجر للكاس اكسترنال نيم. انا لما احب اعمل اكسس من بره لل من البوكس بتاعي فهضطر اكتب في اليو ار ال البابليك نيم اللي انا حاجزه بره، فمحتاج اعرف للاكستشينج ان انت عندك اكسترنال نيم هو اسمه فلان الفلاني. اوكي طيب تعال كده نبص على صور للاكستشينج قبل ما نعمل لايف. طبعا خد بالك كده ده ال ال الستاب بيج بتاع الايه الاكستشينج. طبعا انت لو عايز تقرا عن الاكستشينج 2010 عندك في لينك اهو. لو عايز تقرا عن اي لانجوج او عن طرق او اي ريليز نوتس عندك لينكس اهي. طبعا لو انت مش عامل البري ريكويزيتس ممكن هنا من هنا كده في لينك تروح تعملها داونلود، هتشوز اللانجوج، هتعمل انستليشن، بعديها هتجيب الكريتيكال ابديتس للاكستشينج اللي انت ايه نزلته ده. طبعا هيديك نوت عن ال يعني ايه اكستشينج سيرفر وايه بيقدم فيتشرز ايه اند سو اون. طبعا هتدخل اللايسنس اجريمنت اوكي. هشترك في الايرور ريبورتنج وهتكلم عليها كمان شويه. هتختار انت عايز تيبيكال ولا كاستم انستليشن، وهتنزل الاكستشينج فين في اني اني ستورج لوكيشن. لو انت من بره هتاكسس الكاس ثرو البابليك نيم فبعد اذنك اكتب له هنا البابليك نيم. لو انت هتبقى جوين في الكاستم اكسبيرينس امبروفمنت بروجرام بعد اذنك قول له جوين ال سي اي اي سي اي اي بي بروجرام ده. هتمشي طبعا في التشيك، هيشيك الاول على كل البري ريكويزيتس زي ما انت شايف كده، بعد كده هدوس على ايه انستليشن لحد لما يخلص انستليشن. افتر ذات هعمل ايه حاجات الايه كريتيكال ابديتس للاكستشينج انا ايه عملته نزلته. طبعا هقول له اجري واخش على السايت بتاع الايه اللي هو ابديت دوت مايكروسوفت واعمل له ايه ابديت. بعد كده افتح الكونسول. تعالوا معايا بقى نبص على اللايف انستليشن وخليكم معايا. بص معايا دي المكنه دي اسمها EX01 ليها SIP 10.10.10.11. انا هي بجوين دومين اسمه HS اللي هو اختصار حاسم شرف. طبعا اللوجن سيرفر هي بتلوجن على سيرفر اسمه DC01 معلش اوريه لكم اللي هو ثانية واحدة اللي هو ده اوكي.
طبعا ده الاكتف دايركتري. لو انتوا فاكرين ان احنا كنا في حلقه سابقه عملنا بريباريشن للاكتف دايركتري، واثر ذلك ان هو عمل لي كونتينر اسمه مايكروسوفت اكستشينج سكيورتي جروبس، اللي هو الناس دي اللي هتمانج اكستشينج. وابطل ناو لسه ما عملتش اي اكستشينج انستليشن. هنروح على المكنه بتاعت الاكستشينج، طبعا اكون عامل البري ريكوزيتس، معلش بعد اذنك محتاج ابص عليها. ابص على الرولز وعلى الفيتشرز، كده شيء مهم جدا بالنسبه لي، كذا وكذا وكذا نزل والرولز نزلت ماشي. وطبعا انا اكون عامل الليس اوفيس فلتر باك اند سو اون، وعامل كل الايه بري ريكوزيتس. واحنا شفناها ان ممكن اعمل كل الكلام ده بطريقه سهله جدا عن طريق الايه التكنت. طيب كالتالي احط الاسطوانه في الجهاز بتاع الاكستشينج، طبعا يحبذ ان هي تكون اسطوانه اصليه، او لازم تكون اسطوانه يعني محترمه مش مضروبه او حاجه زي كده عشان المصنفات. هاجي اعمل ايه؟ اختار اللانجوج اوبشن. ممكن انا عندي في اللانجوج باندل عندي اكتر من ايه من لانجوج انزل بيها الاكستشينج، العربي والانجليش والفرنش والجيرمان اند سو اون. لكن انا شاري الاسطوانه اوكي، ايه اللغه بتاعتها؟ انجليش فقط لا غير. فاقول له معلش بعد اذنك انستول اونلي لانجوجز فروم ذا دي في دي. انا اصلا شاري نسخه انجليش، فاقول له انستول اونلي لانجوج فروم دي في دي. ستيب نمره 4 نعمل ايه؟ انستول للمايكروسوفت اكستشينج ويبدا يعمل لي انستليشن. الافرج تايم من تلت ساعه نص ساعه حسب امكانيات الجهاز بتاعك. طبعا لازم انا اكون اكوب مع الهاردوير ريكويرمنتس والسوفتوير ريكويرمنتس والبري ريكويزيتس، وطبعا اكون في اكتف دايركتري انفايرمنت وعندي دي ان اس، والدي ان اس كونفيجرد 10 على 10 ما ينفعش يبقى في مشكله، ويكون الاكستشينج شايف ال ال الجي سي ومظبوط وكل حاجه، ما يبقاش عندي مشكله. انا مستني بس يفتح الاكستشينج سيت اب ويزرد، هو بس بياخد وقت شويه. اوكي هيبدا اهو يفتح ال الاكستشينج 2010 سيت اب ويزرد. طبعا انا مدي الجهاز ده 5 جيجا رام عشان بس ايه تبقى الدنيا اسرع شويه. بطبيعه الحال هو منتج تقيل فمحتاج طبعا هاردوير محترم شويه مش سهل. طبعا كل لما تعلى ما تلتزمش بالمينيمم ريكويرمنت ده يبقى شيء عظيم، هديك بيرفورمانس اعلى بكتير. اوكي احنا في انتظار ان هو بس يفتح الاكستشينج سيت اب ويزرد. اوكي لحد ما لما يفتح بس كده نراجع نفسنا شويه. طبعا محتاج يبقى انا عندي هاردوير ريكويرمنت اللي هي تبقى 64 بت، مينيمم 4 جيجا رام لكل سيرفر رول. طبعا لو انا عامل كومبينيشن مينيمم 8 جيجا رام، والميل بوكس بديله زيادة من 2 ل 10 ميجا لكل ايه ميل بوكس. اوكي ايه تاني؟ محتاج يبقى عندي 2.5 جيجا ستورج،
عشان ينزل عليها الاكسشينج سيرفر. محتاج ايه تاني؟ يا اما اعمله فيزيكال او يعني في فيزيكال انفايرمنت او في فيرتشوال انفايرمنت. طبعا محتاج يبقى عندي سوفت وير 64 بت ويبقى فول فيرجن. انا اهو براجع معاك عشان ايه تذاكر معايا. فول فيرجن وبالسيرفر كور خالص. اوعى تفكر انك تجيب ايه سيرفر كور عشان هو ارخص شويه. لا معلش بعد اذنك، مع كامل يعني ايه تقدير ليك، لازم تبقى انت عارف ايه الهاردوير والسوفت وير ريكويرمنت اللي هم ايه مطلوبين عشان تبدا تعمل ايه اكستشينج انستليشن ويبقى ايه بشكل سليم. فتح اهو كي ويزرد. فاول حاجه بيقول لك اكستشينج سيرفر 2010 سيت اب. بيقول لك ان هو الاكستشينج 10 بيقدم سيرفيسز زي الايميل الكالندرنج اليو ام اند سو اون، وبيمانج ريلايبل سيستم، زائد ان هو كمان ممكن يعمل ايه، يعمل بيلت ان او هو فيه بيلت ان بروتكشن اند فايروسز، بروتكشن اجينست سبامز اند ايه فايروسز. اقول له نيكست. طبعا اللايسنس اجريمنت اقول له اكسبت. بيقول لك الايرور ريبورتنج، وانا ما انصحش بحاجه زي كده. بيقول لك ايه لو انت عندك مشكله، حلو، ايه اللي هيحصل وانت عامل ايرور ريبورتنج فيتشر انيبلد؟ هيحصل ايه؟ قال لك لوحده الاكستشينج هيروح طالع على الانترنت مدي الريبورت ده لمين؟ لمايكروسوفت. اوكي، ايه اللي هيحصل؟ هتروح مايكروسوفت عامله ايه؟ هتبعت لك فيدباك بايه؟ لينك لويب بيج فيها الحل بتاع ايه مشكلتك. لكن انا في رايي الشخصي ان دي موضوع خطر شويه، ان يحصل سند لمعلومات من عندي لمايكروسوفت حتى لو كان في ايرور ريبورت، والجهاز بتاعي يريسيف فيدباك من مايكروسوفت. كل ده بيحصل اوتوماتيك. لا معلش مع احترامي انا يعني ايه دي حاجه من الحاجات اللي انا ايه اخاف منها شويه. فمعلش في ناس يقول لك ايه اتس ريكومندد زي ما قايل لك كده، لكن ايه الديفولت نو. معلش انا اخليها ايه نو. نيكست بيسالك سؤال، انت عايز تعمل تيبيكال انستليشن ولا كاستم انستليشن؟ تيبيكال يبقى هتنزل الهاب والكاس والميل بوكس والاكستشينج مانجمنت تولز. كاستم طبعا هتنزل يا هاب يا كاس يا ميل بوكس يا يونيفايد يا ايدج او كومبينيشن من دول، او ايدج لوحده او هاب لوحده ان سو اون. طب الباس اللي انا هرمي فيه الاكستشينج هو على سي بروجرام فايلز مايكروسوفت اكستشينج سيرفر على في 14. اوكي، ودي الفيرجن 14 هي ال 2010 فيرجن. هنا في تشيك بوكس. اوكي، بيقول لك اوتوماتيكلي انستول ويندوز سيرفر رولز اند فيتشرز ريكوايرد فور اكستشينج سيرفر. لو انا ما كنتش في الاول عملت البري ريكويست كنت ممكن اعمل هنا ايه اعلم على التشيك بوكس ده، هو لوحده ايه حسب ما انا مختار هينزل لي الرولز والفيتشرز اللي هي ايه اللي هي كورسبوندنج لمين؟ للرولز انا ايه مختارها. لكن انا دخلت على التك نت بتاع مايكروسوفت اوكي واخترت ثرو الباور شيل وجبت الايه بري ريكويزيتس. انا حاليا عايز اعمل ايه تيبيكال انستيشن، فهعلم على تيبيكال انستيشن بحيث ينزل لي ايه الهاب والكاس والمين بوكس والمانجمنت كونسول بتاعهم. اقول له نيكست. بيسالك سؤال مهم جدا، بيقول لك لو انت ستيل عندك كلاينتس بيرنوا
اوتلوك 2003 او فيرجنز قبل كده، الناس دي كان عندها مشكله في ايه هي؟ الناس دي كانوا عشان يعملوا كونكت على اكتشينج 2003 كان باي ديفولت بعمل لهم حاجه اسمها بابليك فولدر داتابيز وارملهم كل الفيتشرز فيها بحيث هم ايه يشوفوها. يعني هم باختصار كانوا بيتعاملوا مع الاكتشينج 2000 و2003 ثرو حاجه اسمها بابليك فولدر. اي فيتشر انا عايز اديها لهم بحط لهم في الايه بابليك فولدر وهم باي ديفولت ايه بيشوفوها. لما جينا في ستارتنج اكتشينج 2007 2010 بقى احنا الاوتلوك 2007 ما بيحتاجش الايه البابليك فولدر عشان يكونكت على الاكشنج بتاعه وياخد منه كل السيرفيسز وياخد منه كل الفيتشرز. طب لو هو ستيل عندك ناس اوتلوك 2003 تعمل ايه؟ قال لك خلاص لو عندك قول لي، قول له يس بحيث انا اعمل لهم ايه؟ اعمل لهم بابليك فولدر داتابيز عندي اعيشهم كاننا ايه؟ اكشنج 2003 بحيث لما اجي ادي الناس اللي هي اوتلوك 2003 اي فيتشرز احط لهم فين؟ في البابليك فولدر داتابيز وهم يخشوا يشوفوها اند سو اون. لكن انا بتعامل مع الناس اللي هم اوتلوك 2007 ثرو الاي اس بتاعي او ثرو فيرتشوال دايركتريز. الناس دي مختلفه خالص، الناس دي ليها تعامل خاص. يبقى ستارتنج اوتلوك 2007 الناس دي مش محتاجه بابليك فولدر عشان يشوفوا الايه الاكسشنج بتاعي ويبقوا ايه ويبداوا ايه يتعاملوا معاه. لا هم لوحدهم بيخشوا على الاي اي اس ويبداوا ايه يريتريفوا اي فيتشرز اي سيرفيسز منه. لكن الناس اللي هم اوتلوك 2003 اللي هم ستيل عندي ناس اوتلوك 2003 يبقى انا ايه محتاج اعمل لهم ايه بابليك فولدر داتابيز عندي في الاكسشنج عشان هم يعرفوا ياخدوا مني فيتشرز وياخدوا مني ايه سيرفيسز. فانا هقول له ايه انا ستيل عندي ناس اوتلوك 2003 عشان ايه هو يعمل لي كريشن لايه بابليك فولدر داتابيز عشان اقدر ايه اشرح عليها. لكن في اللايف انا ما عنديش خالص اوتلوك 2007 اسف اوتلوك 2003، كل اللي عندي 2010 حاليا مش ايه في شركتي. نيكست بيقول لك لو كان الكاس ده اللي انت منزله بيفيس الانترنت، يعني ايه بيفيس الانترنت؟ اعرف اكونكت عليه من بره ثرو الانترنت، دي معناها ان هو فيسنج انترنت، يعني ممكن يستقبل مني كونكشن من بره الشركه بتاعتي. وفعلا انا الكاس ده ممكن من بره ايه اخش على الميل بوكس بتاعي سواء انا قاعد في البيت او انا قاعد في سايبر او يعني في اي حته بره شركتي يعني. طب يقول لك لو سمحت بعد اذنك اديني الاكسترنال بابليك نيم اللي انا اكتبه عندي في البراوزر بحيث اوصل للكاس ده، وده هنتكلم عليها ليتر اون في فيديو جاي. انا عامل بره ريجستر لنيم اسمه ميل دوت اتش اس دوت كوم. يبقى بيسالك سؤال ماشي بيقول لك لو الكاس سيرفر ده بيفيس الانترنت او انترنت فيسنج، ده معناه ان في ناس من بره هيحاولوا يعملوا عليا ايه كونكت. زي مين؟ الناس اللي هم ايه اكتف سينك، الناس اللي هم اوا، الناس اللي هم اوتلوك اني وير. الناس دي محتاجه ان هم يخشوا عندي يعملوا كونكت من بره عشان يخشوا على الميل بوكس بتاعهم. محتاج اول حاجه يخشوا على مين؟ على الكاس، والكاس يوديهم على مين؟ على الميل بوكس بتاعهم. طبعا بعد لما يعمل ايه اوثنتيكيشن ليهم في الاكتيف دايركتري يسالهم على ايه اليوزر نيم والباسورد بتاعهم وكده ايه يدخلهم على الميل بوكس بتاعهم اند سو اون. يبقى ده البابليك نيم اللي انا هكتبه بره في البراوزر اللي انا مسجله في الريال دي ان اس عشان اخش بيه. اقول له نيكست. طبعا ده الكاستمر اكسبيرينس امبروفمنت، ده لو في ايرورز لو في اي حاجه لو في اي منتجات جديده هو يعني ايه بيدينا عليها نوت اند سو اون.
فاقول له جوين الكاستمر اكسبيرينس امبروفمنت بروجرام، اقول له نيكست. الجايه دي باذن الله اهم مرحله، ان هو يعمل ايه؟ ان هو يعمل تشيك على البري ريكويزيتس. اهو بدا يبص على ايه؟ بيبص على الكونفيجريشن بري ريكويزيتس، اللانجوج، الهاب بري ريكويزيتس، الكاس بري ريكويزيتس، المين بوكس بري ريكويزيتس. خلي بالك نصيحه شخصيه، لازم الاكشن سيرفر ده يبقى فولي ابديت، يعني معمول ابديت لحد اخر حاجه، اوكي، عليه كل الا اخر سيرفيس باك، اخر ابديت، اخر هوت فيكسز، اخر كل حاجه، عشان ما يجيش في النص يديك ايرور. وممكن ده يحصل، وارد جدا، وهو لما هيديك ايرور هيقول لك خلي بالك انت ناقصك حاجه، روح اعملها داونلود من الحته الفلانيه عن سؤال. اوكي، طبعا بياخد وقت. طبعا عند اول حاجه اللي هي الكونفيجرنج بري ريكويزيتس، بعد كده يخش في ايه؟ في اللانجوج. كل ده تشيك، لسه ما نزلش اي حاجه خالص، ده بيشيك على الايه؟ بري ريكويزيتس. طبعا بياخد وقت التشيك. طبعا لو في اي ايرور هيقول لك، هيديك علامه اكس حمراء، يقول لك انت عندك مشكله في الحته الفلانيه. اوكي، في زي ما قلت لازم يبقى الاكشنجر الاكشنج سيرفر اب تو ديت. هياخد بس وقت كده بسيط، اهو بدا يبص على اللانجوج بري ريكويزيتس، لكن مش هي دي قصتي. انا اهم حاجه عندي الهاب والكاس والمين بوكس بري ريكويزيتس، هم دول اهم حاجه عندي. فلعل وعسى ما يكونش في ايرور، حتى لو في ايرور هو هيقول لك حلها ايه، وتخش تعمل حل ليها. اما مثلا ناقصه مش عارف ايه، ناقصه حاجه، هنشوف. اوكي، فاحنا هو قاعدين مع بعض لحد لما يبدا يعمل انستول. لو في اي مشكله هنحاول نعمل لها كفر واحنا شغالين. طيب برضو نحب نراجع كده كل اللي فات، وباذن الله ما يكونش في اي مشكله، اي ايرور او اي حاجه زي كده. انا هعمل بوزنج للفيديو لحد لما يعمل تشيك وارجع تاني، ولو في ايرور برضو هوريك عشان بس الوقت. بص معايا كده، هو عمل ايه؟ هو عمل بري ريكويست لكل ده، جه عند في كاس كان هو ايه محتاج هوت فيكس معين. فانا ايه، هو برضو بيقول لك ايه، ادي يعني كيل الهلب، اوكي، او انت ايه خش اعمله ايه داونلود من حته فلانيه وهو رقمه كذا. اوكي، فانا هعمل بوز واخش اعمله داونلود واحمله وارجع تاني اعمل ايه ريتراي للاكشينج دلوقتي. خليك معايا كده، انا عملت داونلود للارت كده، هو 979744 ده. اوكي، هنشوف كده جايز. اهو بدأ هينزل الهوت فيكس ده اللي هو نولج بيز 979744.
يعني عشان كده بقول لك يا ريت يبقى جهازك على طول اب تو ديت مش ناقص حاجه، وتخش على السايت بتاع مايكروسوفت تك نت والداونلود كل الحاجه اللي هي ليها علاقه بالاكشينج. هو بيقول لك خد بالك حتى لما كان في عندك مشكله، هو قال لك في عندك مشكله كذا وحلها كذا. اوكي هاي قال لك الجهاز ده بيريكوير الابديت الفلاني، فخش هنا كده على السايت واعمل له داونلود. انا عملت كده بالظبط، وبس انا ايه اعمل ثاني هو بس يعمل له ايه ينزل بس عندي على مكنه الاكشنج سيرفر ده اي وقت ينزل باذن الله. اهو بيعمل له انستليشن بقى كده، عامل ايه ريتراي للاكشنج سيت اب تاني واشوف اللي حصل. فرصه حلوه ان احنا يعني ان احنا مثلا نلاقي عطل عشان نعرف ده حله ايه وبيجاب منين انسى. هو كده خلاص بيخلص خلاص ال هوت فيكس انستليشن. اوكي وانس ان هو بس يعمل فينيشنج هبدا ايه اعمل ايه ريتراي للاكشنج. انا بس ويت ان هو يديني يقول لي خلاص كلوز. هعمل بوز برضو عشان لو هو ايه اتاخر شويه. عملنا اهو داونلود وريستريشن وريستارت اكيد، عملنا ريتراي وهو لسه بيحاول، فانا برضو هعمل بوزنج للفيديو وارجع تاني. بص معايا كده، احنا عملنا ريتراي للاكشنج ستا ويزرد وعدى الكاس بري ريكويزيتس لو كان فيها عنده فيها مشكله. اوكي هو باذن الله في اخر تشيك بيشيك على الميل بوكس رول بري ريكويزيتس، هو كان يعني اخر مره برضو عداها وكان عمل عليها صح، هي فعلا خلص خلاص وكبيت بالاخضر. كيف احنا برضو waiting. يبقى عشان كده بقول لك لازم الاول تبقى انت عارف ايه الهاردوير والسوفتوير اللي انت محتاجهم وايه الchange pre requisites اللي هي لازم تبقى عندك موجودة. هو خلاص هو بيخلص، خلي بالك لها يعني حاليا لسه ما يعني ما فيش اي ده، بس جاست ان هو تشيك فقط لا غير، ما حصلش اي سيت اب خالص لحد دلوقتي. بعد لما يخلص باذن الله هيظهر لي هنا كده ان انا ممكن اعمل انستول اب تو ناو. هو لسه اهو كده عمل تشيك لان انا كوب مع كل البري ريكويست اللي عندي، هعمل انستول. هو هيمشي بقى في ايه في كذا ستيب لحد ما يخلص، هياخد له تلت ساعه نص ساعه. اوكي انا هعمل بس بوزنج للفيديو وارجع تاني بعد باذن الله لما ايه ينزل تول تشينج هبقى معاكم تاني. طبعا هو كده خلص خلاص، انا هفتح الاكشنج مانجمنت كونسول.
لحد لما يفتح اروح ابص على السلايدز بتاعتي. طبعا انا جبت اخر اس ابديتس ونزلتها على الاكشينج سيرفر. طيب لحد لما يفتح وهو ده الكونسول هو هيفتح لي حالا. الكونسول ده من اسهل المانجمنت كونسولز بتاعه مايكروسوفت، متقسم 3 اجزاء ونص، جزء على مستوى كل الاورجنايزيشن واسمه اورجنايزيشن، معلش اسف، اسمه الاورجنايزيشن كونفيجريشن، وجزء على مستوى السيرفر اسمه سيرفر كونفيجريشن، وجزء على مستوى الريسيبيانت اسمه ريسيبيانت كونفيجريشن، والتول بوكس لو في اي مينتنس للاكشينج من الجزئيه دي. وطبعا هنتكلم على الشينج مانجمنت كونسول باستفاضه باذن الله في الحلقه الجايه. طيب لو انا هعمل الايج انستليشن، الايج بطبيعه الحال بيبقى ورك جروب انفايرمنت، يعني بيبقى مكنه بالجوين دومين. طيب عشان تبقى يعني ايه، عشان تعمل كونتاكت مع الاكتف دايركتري محتاج انزل عليها حاجه اسمها اكتف دايركتري لايت ويت، اسف، اكتف دايركتري لايت ويت دايركتري سيرفيسز. اوكي، دي بتعمل داتابيز زيها بالظبط زي الاكتف دايركتري داتابيز، مكونه من 3 بارتيشنز، السكيما، الكوفيشن، الريسيبيانت بارتيشن. اوكي، دي من ضمن ال ايج ترانسبورت بري ريكويزيتس. بعديها بخش برضو على التكنت واجي في الاخر اقول له ايه، انا عايز انزل ايج ترانسبورت، واقول له كوبي كود نفس القصه اللي فاتت. بعد كده اروح للكاستم انستليشن واختار الايج ونكست، يعمل تشيك، بعد كده يعمل ايه فينش، يبقى كده خلاص خلص الايج ترانسبورت. تعال نروح كده للسيرفر نبص عليه، فتح ولا لسه؟ اهو فتح زي ما انت شايف كده، اورجانيزيشن كونفيجريشن، سيرفر كونفيجريشن، ريسيبيانت كونفيجريشن، والتول بوكس. اوكي، تعال نرجع للسلايدز. بيقول لك خلي بالك ان دي ايفالويشن فيرجن، فبعد اذنك يبقى حط كي. هنحط الكي باذن الله عشان ايه يعني ما زالوش تاني خالص اي انفورميشن عن كده. تعال نروح للسلايدز، وده شكل الايدج بعد لما ينزل. والايدج ليه حلقه خاصه لوحده هنتكلم عليه بالتفصيل، وبرده هنتكلم على الانتي سبام فيتشر و السند كونكتور والريسيف كونكتور وال ترانسبورت رولز اند سو اون. اوكي، طيب يقول لك ايه، بعد لما انت خلاص نزلت الاكشينج وبقى عندك اكشينج سيرفيس، طيب اعمل ايه؟ محتاج اعمل فيريفيكيشن للاكشينج سيرفر 2010 انستليشن. يعني ايه اعمل فيريفيكيشن؟ هو نزل؟ اه نزل. طب نزل صح؟ مش عارف. طب اضمن يعني اضمن انا منين ان انا عملت سيت اب صح وما فيش اي مشكله بعد كده ممكن تقابلني؟ قال لك اعمل حاجه اسمها فيريفيكيشن، اتاكد. طب هتاكد ازاي؟ هبص على ايه؟ الديفولت فولدر ستراكشر، هبص على اللوجز، هكريت ميل بوكس وتست ميل. اوكي، بعد كده هبص على ايه؟ البيست براكتس انلايزر بتاع الايه اكتشينج. طيب وطبعا حكيت عليه بال
اوتلوك كلاينت اشوف هيعمل معايا ايه. طيب نبص على نعمل فيريفيكيشن على الاكشينج سيت اب، بعد كده ابدا ايه ابص على الاوتلوك. ادي الاكشينج، هبص على الديفولت فولدرز على سي بروجرام فايلز مايكروسوفت اكشينج سيرفر في 14، هو ده الباس اللي ايه نزل عليه الايه اكشينج. هبص على كلاينت اكسس، دي اي حاجه خاصه بالكاس بتبقى هنا. الميل بوكس اي حاجه خاصه بالميل بوكس هتبقى هنا. اوكي الترانسبورت اي حاجه خاصه بالاي ترانسبورت هيبقى هنا. هم دول الثري بيزك فولدر اللي هم يبقوا ايه موجودين. طيب ايه تاني؟ قال لك في حاجه مهمه جدا على سي اكشينج سيت اب لوجز. اي لوجز خاصه بسيت اب هتبان لي هنا اهو. افتح كده اهو اكشينج سيت اب. بص يقول لك هنا هو ايه، انت عملت، معلش نكبر شويه نبص، انت عملت لوجن بايه؟ بالادمن بتاع اتش اس، قلت له انا عايز اعمل انستول ومشي في الايه في الخطوات دي. بعد كده عمل سكيما ابديت اوكي واخترت الاوبشن ده، حصل كذا 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 كذا. لو كان حصل عطل في النص كان هيجي يقول لك ايه، اه ده حصل هنا ايه ايرور. اوكي دي اللوجز اللي حصلت وانا بعمل ايه انستليشن. لوجز مهمه جدا. اوكي طيب ايه تاني؟ عايز اتست الميل، ادي هعمل لنفسي ميل بوكس هتست بيه فقط لا غير. اوكي وانس ان هو لسه ان بروجرس، دي معناه ان هو لسه ايه بيحمل. لقيت ان في معمول اتنين ميل بوكسز، واحد بتاع الادمنستور اللي هو انا اوكي، واحد بتاع حاجه اسمها ديسكفري سيرش ميل بوكس وهيتكلم عليه ليتر اون. طيب يبقى اوريدي في ميل بوكس معمول اسمه ادمنستريتور، انا هعمل واحد تاني نيو ميل بوكس بغرض التست فقط لا غير، هو خاص بيوزر نيو يوزر اسمه ايه؟ اسمه هيثم، لاست نيم شرف، اللوجن نيم هيثم، الباسورد مايكروسوفت كومبلكس، نيكست، الال اس نيم هيثم، نيكست، اركايف، لا مش عايز اعمل اركايفنج. طبعا انا هشرح كل الكلام ده بالتفصيل في حلقات جايه، انا بس بعمل كده، انا لسه جاست لسه مخلص اكشينج سيت اب، بعمل فيريفيكيشن فقط لا غير، بتست الدنيا عامله ازاي. انا كل عايز وقتي انا هعمل ايه، انا عملت ميل بوكس اوكي هروح على مكنه كلاينت او اي مكنه عليها اوتلوك، هاجي انا عامل لوجن بمين؟ بالادمنستريتور الاوفيس، ادي الاوتلوك 2010. طبعا كنت ممكن اعمل يعني كونكشن باي مكنه ويندوز 7، انا كده كده ايه منزل الاوفيس 10 على الاكتف ايه دايركتري، في الاخر هما الاثنين نفس الايه الغرض.
هيفتح الاوتبوت بتاعي. طبعا انا مش عامل له خالص ولا اي حاجه خالص ولا اي كونفيجريشن خالص. نيكست بيقول لي انت عايز تكونفيجر الايميل اكاونت بتاعك، اقول له اه. بص هو على طول عارف ان انا ايه، ادرسه الات hs.com. دي حاجه جديده اسمها الاوتو ديسكفر سيرفيس. دي في حتتين، في الاكشينج 2010 و2007 برضو، وفي الاوفيس او في الاوتلوك 2010 وايه 2007. نيكست طبعا انا عندي مشكله سيرتيفيكت، هنبص عليها في ايه حلقات تانية. اقول له يس تو بروسيد. احنا لسه برضه يا جماعه جاست بنت تست فقط لا غير، بنعمل فيريفيكيشن للايه للاكشينج انستليشن. هو بس بياخد بس وقت عشان ده كله شغال فيرتشوال، فطبعا بطيء سنه، لكن برضو باذن الله بيقضي غرض. ادي اهو عمل لوجن، بيقول لك ال connection to Microsoft Exchange is unavailable. Your network adapter does not have a default gateway. طيب انا هروح احط ديفولت جيت واي للكارت بتاعي وهمي. احط له اي ديفولت جيت واي وهمي خلاص. 10 10 10 100 مثلا، اقول له اوكي اوكي. وافتح الاوتلوك بتاعي. واقول له اوكي. وهشوف هيعمل ايه. معلش انا هعمل كنسل. اخش تاني بالاوتلوك بتاعي. اقول له نيكست. يس. هو عمل اوتو ديسكفر. هيديني طبعا السيرتيفيكت ايرور، وهنشوف لها حل. هي اصلا مش من تراستد سي اي، هنتكلم عليها في حلقات تانية باذن الله. هقول له اوكي بروسيد. اوكي عمل اوتو كونفجريشن. خد بالك ان هو ما طلبش مني ولا اسمي ولا باسورد، وطلب مني مين الاكشينج سيرفر، هو لوحده لمحه وهعرف كل الكلام ده هتكلم عليه ليتر اون لما اجي عند كاس. كاس بيقدم لي كميه فيتشرز ما حصلتش هنتكلم عليها باستفاضه.
فتح الاوتلوك. طيب انا عايز اعمل تيست. طبعا قال لي برضو ان في لسه مشكله سيرتيفيكت هنحلها باذن الله. طيب اعمل ايه؟ هقول له هوم نيو ايميل، هقول له تو، جاب لي ان في اتنين ممكن ابعت لهم ميل، انا هبعت لنفسي تو ادمنستريتور، هقول له تيست ميل فلو تيست اسند، طلع من عندي من الاوت بوكس. اوكي قال لي ايه جه تاني اهو الميل، افتح تيست يبقى عندي الاكتشينج شغال كويس الحمد لله. طيب تعالوا نرجع تاني للسلايدز. عملنا تيست بالاوتلوك بتاعنا. طيب ايه المشاكل اللي هي ممكن تقابلني في الاكشينج 2010 انستليشن؟ طبعا انا لازم اشيك على مين؟ السيت اب والايفنت لوجز لو في اي ايه مشاكل. شفنا الفايل الايه اللي مش فيه على السي لوج فايلز، تعال بص عليها برده تاني اهو. سيت اب لوجز دي في كل اللوجز بتاعت ايه الخاصه بالاكشينج سيت اب فقط لا غير، هي دي اللي انا بتكلم عليها. اوكي لازم طبعا ابص على ايه السيرفر هاردوير وسوفتوير ريكويرمنتس، لو في مشكله في الهاردوير مش كومباتبل مع ال 64 بت هيديني مشكله. لو سوفتوير نفس القصه مش كومباتبل برضه هيديني مشكله. اوكي لو الدي ان اس اللي هو بيعتمد عليه الاكشينج سيرفر ان هو يسال في مشكله يبقى هيديني ايه مشاكل. الاكتيف دايركتري فانكشن ليفل لو هي مش اتليست 2003 يبقى عندي فيها مشكله والبرميشن، هي دي لو في عندي اي مشكله اكيد محصوره في حاجه من دول. طيب قال لك في حبه كونسيدريشنز احطها في بالي وانا باجي اعمل ايه اكشينج ديبلويمنت لكن على فيرتشوال ماشين. يعني كلمه فيرتشوال دي بالنسبه لمايكروسوفت مهمه جدا. قال لك انت ممكن تعمل كل حاجه فيرتشوال ما عدا اليونيفايد كوميونيكيشن سيرفر، ما ينفعش خالص يبقى الراجل ده او الدور ده معمول فيرتشوال، لازم يبقى ايه يبقى فيزيكال. لازم تعمل يوتيلايز للسيرفر ريسورسز، بمعنى ما اجيش احط مثلا ايه اكتر من رول على فيرتشوال سيرفر امكانياته تعبانه او حتى بشكوب مع المينيمم ريكويرمنت، ما ينفعش. قال لك برضو خلي بالك ماشي كونسيدر الهاي افابيلتي فيتشر بتاع الاكشينج 2010 كالترنيتيف انك تعمل هاي افابيلتي فيرتشوال ماشين. يعني بدل ما تعمل فيرتشوال ماشين بينهم افابيلتي، لا كونسيدر انك تعمل هاي افابيلتي سوليوشن على فيزيكال اظرف ماشي. فقال لك اهو فيرتشواليزيشن هاي افابيلتي اوبشن ار نوت ريكومندد فور مين بوكس سيرفرز. قال لك يا ريت لما تيجي تعمل هاي افابيلتي سوليوشن اتس ريكومندد انك تعمله مش على فيرتشوال ماشين، لا على فيزيكال ماشين. ولما تيجي تعمل ديزاين للفيرتشوال هاردوير ماشين اعمله بالظبط كانك بتعمل ايه؟ فيزيكال هاردوير.
نفس القصه، لو الحديد ده رامات 4 جيجا يبقى ده برضو اعمل له ايه الوكيشن 4 جيجا رام. لو ما اعرفش ده يعني ده كم كور اعمل ده برضو كذا كور and so on. اوكي، قال لك في حاجه اسمها اكستشينج اونلاين سيرفيسز. قال لك انت ممكن تهوست الاكستشينج بتاعك اونلاين عند مايكروسوفت، وده باذن الله هنتكلم عليه في حلقه لوحده خالص، وهنتكلم عليه بايه بتفاصيل اكتر واكتر. اوكي، يبقى احنا كده باذن الله خلصنا الاكستشينج انستليشن، وعرفنا كل الطرق بحيث اقدر اعمل بيور انستليشن ونازل سليم مفيش اي مشكله خالص. وباذن الله اشوفكم باذن الله في حلقه ثانيه، ونتكلم على تفاصيل تانية باذن الله بخصوص الايه الاكستشينج 2010. شكرا.